السلامة ومرحبا بكم في الفيديو هذا عن كوريكسيون اكزرسيس شيمي بالنسبة للمادة أولى ثانوي بروميير اني سكوندير. الشابيت هو لا ماتيير المادة والدرس هو ستركتور دو لا ماتيير على ليشيل ماكروسكوبيك. بالطبيعة الكور تلقاوه موجود في الشين كور الشيمي ستركتور دو لا ماتيير على ليشيل ماكروسكوبيك. الفيديو اللي قبل الفيديو هذا ميتاب نعملو كوريكسيون دي زيكزارسيس دو زيكزارسيس هما زيكزارسيس الأولى اللي يقول كالكولي لا كونتيتي دو لا ماتيير اي لو نومبر دو موليكول دون 9 غرام دو 23 غرام ديتانول C2H6O 90 غرام دو غلوكوز C6H13O6 وعندنا لو نومبر دافوغادرو اللي هو 6,02 × 10⁻². Donc, là où l'on est, l'exercice avait, je n'entends pas maintenant la quantité de la matière. Je n'ai pas la quantité de la matière ou nombre de molécules. Il y a les autres hajets. Bien, le 9 grammes d'eau. Le meilleur, je n'ai pas la formule, je n'ai pas la H2O. يعني في المادة ما يكتب لك او انت وحدك بنكون عارف هاش دوزو ب ايثانول عندنا 23 جرام اللي هو الفورمولا هذه الفورمولا اللي هي C2H6O جلوكوز 90 جرام والفورمولا هي C6H13O6 وهذا لو نومبر دافوغادرو ب دونك على لهنا التابلو هذا مش تبع الاكزرسيس مي شنو تستعينوا بيه على خاطر عنا شنو نلقاو الماس مولير لازم نكون نعرفوا لي ماس مولير لا هذه معناتها سي دو هاش 6 او مثلا الكل سما هيك ماس مولير موليكولير كنا شفناها في الكور نحن تو باش نشوفوا هذه الكل كيف نحسبوها نحسبوا الصوم دي ماس مولير اتوميك كونستيتيون لا موليكول باش نعرفو الماس مولير موليكولير يعني كلي في هذي نسيت نرجعو شوية للكور دونك عنا باش نذكرو شفناها في الكور هذي الماس مولير موليكولير هي الصوم دي ماس مولير اتومي كونستيتيون لا موليكول بطبيعة ديفينسيون هي قلنا اللي هي لا ماس دو مول دو موليكول مي نحنا باش نعملو الكالكول هي الصوم دي ماس مولير اتومي كونستيتيون لا موليكول وعندنا كل اتوم هذا التابلو اللي فيه لي اتوم الكل مرتبين دونك لهنا عندنا في التابلو هذا التابلو هذا فيه السمبول والماس مولير اتوميك ابروشي بالغرام مول موانزا مثلا الالومنيوم ال الماس مولير اتوميك عنده 27 غرام مول موانزا بين الكلام اللي نحنا شفناه في الكور هذاك كلام نظري طب شوف كلام التطبيق يعني كيفاش نحسبوا هذه الماس مولير دون مول موليكولير يعني والماس مولير اتوميك هي تكون يعني موجوده ديما معناتها كل اتوم معين عنده ماس مولير اتوميك معينه دونك مثلا نحن اليوم عنا لهنا عنا سي 2 هاش 6 او وعنا الاو في هاش 2 او هاش 2 او يعني عنا دو اتوم ديدروجين اي ان اتوم دوكسيجين اللي اول مره يشوف الشين اول مره يعني يشوف فيديوهات معانا نجم يرجع من الاول فما كور اتوم وموليكول توضح له فيه شويه الصوره شنو هو الاتوم شنو الموليكول دونك واللي سامبول بي دونك لهنا عندنا مثلا فوالا كربون هاو كربون سي 12 بين احنا باش نوريكم مثلا اليوم
اللي باش تستعملو في الاكزرسيس عندنا كربون، اسطنبول سي، والماس مولير الاتوم واحد كربون هي 12. واضح؟ ب عندنا الهيدروجين، الهيدروجين هاش سمبول هيك، والماس مولير اتوميك هي ا بالنسبه لواحد اتوم من هيدروجين، اتوم واحد من الهيدروجين ماس مولير اتوميك هي واحد غرام مول منزا. هنا نخدمو بالغرام مول منزا. بطبيعه كنا فسرنا في الكور اليونيتي هذه من جد. ب نواصل. شنو هو الاخر؟ عندنا الكربون وعندنا الهيدروجين وعندنا الاكسجين. شوف فيهم هذم على خاطر موجودين في الاكزرسيس. دونك الاكسجين هو سمبول او، والماس مولير عنده 16 سيس. دونك عندنا الكربون سمبول سي، الماس مولير اتوميك هي 12، الهيدروجين سمبول هاش، الماس مولير اتوميك هي 1 غرام مول موانز. بالطبيعه لي يونيتي كلهم غرام مول موانز، 12 غرام مول موانز. الاكسجين سمبول او، الماس مولير اتوميك هي 16 غرام مول موانز. مثلا شوفوا مثلا الفوسفور، الفوسفور السمبول بي، والماس مولير اتوميك هي 31 غرام مول موانز. السوفر مثلا، السوفر السمبول اس، والماس مولير اتوميك هي 32. الصوديوم هاك ان ا سمبول، والماس مولير اتوميك هي 23. دونك تابلو هذا موجود عندكم في اخر المانيوال سكولير شيمي بروميير اني، اخر كتاب المدرسي تلمذة اولى ثانوي، تب الشيمي كيمياء. دونك نرجعو للاكزرسيس. دونك نحنا فيش 9 غرام دو، البارتي الاولى باش نحسبو كونتيتي دو لا ماتيير. هنا شنو نلاحظو؟ عندنا 9 غرام، فاش قاعدين نقيسو معناتها اش معناتها 9 غرام؟ 23 غرام هذه هي ماس، كتلة. دونك عندنا كتلة ونحنا نلوجو على كونتيتي دو ماتيير اللي هي شنو هو ان، بتيت ان شفناها في الكور. شنو الغولاسيون اللي تربط ما بين الماس ما بين كونتيتي دو ماتيير؟ هي بتيت ان اللي هي الماس انتيغال بتيت ان اللي هي كونتيتي دو لا ماتيير فوا غرون ام اللي هي الماس مولير. لهنا موليكولير خاطر نخدمو على مول او ايثانول جلوكوز كلهم موليكول. دونك شوفوا الكوريكسيون، عندنا 9 غرام دو كيما قلنا شلاوجو على الماس مولير مولوكولير دو لو اللي هو هاش دو زو. اول شيء علاش لوجو على الماس مولير هذه مولوكولير؟ على خاطر نحنا الكونتيتي دو ماتيير هي شنو؟ ام ايتيغال بوتيت ان فوا غران ام، غران ام هي الماس مولير. بوتيت ام هي الماس عندنا ماشي باش لوجو عليها هيك 9. قعدنا في شنو الحاجه اللي ناقصه؟ عندناش الماس مولير موليكولير، ما عندناش. احنا شفنا في التابلو هذا شنو حددنا؟ حددنا الماس مولير اتوميك، اتوم برك مثلا تاع هيدروجين تاع كربون تاع اكسجين. طب شوفوا الموليكول هذه في اللو اللي هي هاش دو زو قداش الماس مولير موليكولير؟ كيفاش نحسبوها؟ دونك عندنا لهنا الفورمول ياش فيها هاش دو او، لهنا دو اتوم ديدروجين معناتها كنا قريناه في الكور موليكولا. نجمو ترجعولو اللي عنده صعوبة في لي فورمول ولي سامبول. بي لهنا عندنا دو فوا الماس مولير اتوميك هايكا بين قوسين هاش معناتها بالنسبة لاتوم هيدروجين بلوس ما عاش نعرفش نزيدوها الماس مولير اتوميك اتوم اوكسجين. دونك هايك بين قوسين او معناتها 2 فوا ماس مولير اتوميك هيدروجين بلس ام ماس مولير اتوميك دوكسجين. باهي نجيو لهنا نرجعو. دونك الهيدروجين قداش هو؟ واحد غرام مول موانز
والأكسجين هو 16 16 دونك لهنا نعوضو 2 في 1 مع 16 فوالا 2 في 1 يقعد يشير 2 2 مع 16 عندك 18 دونك 18 غرام مول موانزا لا ماس مولير موليكولير دو لو ام جيو من تحت نحطو سامبول هاش دو زو بين قوسين ات ايغال 18 غرام مول موانزا بيان سور نحطو غران ام على ماس مولير موليكولير باش نفرقو ما بين البيتيت ام هي الماس يعني الكتلة والماس مولير موليكولير النوتاسيون نحطو ام بالكبير غران ام او ماجيسكول بي نرجعو نحنا لشنو على شنو لوجو لوجو على الكونتيتي دو ماتيير دون دون دو الموجودين في 9 غرام دو ب لهنا ام ايتيغال ان ان هي شنو هي هذه الكونتيتي دو ماتيير هذيك هي ان دونك الان ام ايتيغال ان فوا غران ام اش معناتها ان هذه ايتيغال بيتيت ام سور غران ام هذه عندك مثلا 10 تساوي 2 في 5 انت باش تلوج على 2 2 هي شنو هي 10 على 5 بيان سور ديما تكون حافظ الفورمول هذه الاولانيه باش تقعد تحفظ فيهم الكل هذوما عندك واحده بقى تحفظها اللي هي بيتي تيم ايتيغال ان فوا غران ام تكون عارف بيتي تيم هي ماس بيتي تيم هي الكونتيتي دو ماتيير والغران ام هي الماس مولير بيان سور كانت بدلت نوتاسيون تبع النوتاسيون اللي موجوده في الاكزرسيس ام 2 ام 4 شان هو كيت بالضبط وتعوض كل واحده في مكانها بعد انت عندك هذه وعندك هذه دونك اش تلقى هذه بيتيت ان ايتيغال ام سور غران ام باهي نصور هكا واضح دونك نشوفوا لابليكاسيون نوميريك شان تعطينا 9 دونك بيتيت ام هي 9 كما نلاحظوا لهنا عندنا ملاحظه واحده اخرى عندنا الماس بالغرام والماس مولير بالغرام مول موانزا لازم نكونوا كيف كيف نجمو نقسمو يعني كيف كيف من ناحيه هذه غرام معناتها كان عندنا لهنا كيلو غرام وهنا عندنا غرام ما يجيش نخدمو تو لازم واحده منهم نبدلوها تولي الاثنين بالغرام والغرام مول موانزا يكونوا كيف كيف فما غرام في الاثنين والا كيلوغرام في الاثنين داكور ما يجيش مثلا نحط من الفوق كيلوغرام سور غرام مول موانزا ب النومبر دو مول دو هاش دو زو هنا 9018 تعطينا 0.5 مول دونك ان هاش دو زو هي 0.5 مول ننتقل تاو باش نشوفو شنو البارتي الاخرى من الكيستيون هي نومبر دو موليكول باهي عدد الموليكول يعني نحنا شنو شفنا فما دوني اللي هو نومبر دافوغادرو باهي هي الكونتيتي دو ماتيير هذه باش مربوطه شنو تعريفها اصلا نسيش نعملو غابير صغير شفناها دونك نلول بالكل المول هي quantité de la matière contenant n particules identiques يعني هي quantité de la matière الموجودة في grand n اللي هو nombre d'Avogadro particules identiques به nombre هذا هو شنو هو nombre d'atomes contenus dans un 0,012 kg de carbone دونك المول هي كمية المادة الموجودة في غران ان معناتها نحن لهنا لقينا بالإكزرسيس نصور أوضح ديفينيسيون لقينا 0.5 مول هيك كونتيتي دو ماتيير باهي ال 0.5 هذيا هي شنو في الأصل دونك عندنا النومبر دو مولوكول قداش باش يكون باش يكون بيتي تي هذه اللي لقيناها 0.5 نضربوها في النومبر دافوغادرو
باش نعرفوا قداش من موليكول دو موجودة عندنا في 9 غرام دو. لهنا طلعنا اللي هما 0.5 مول. المول هيكي هذه باش نعوضوها بهذا بالآن نجمو نعرفوا قداش عنا من موليكول على خاطر الكونتيتي دو لا ماتيغ هي المول. المول قلنا المول خاطر قلنا المول هي الكونتيتي دو لا ماتيغ اللي ما تكون فيها ان بارتيكول ايدونتيك. يعني المول الوحدة فيها ان بارتيكول ايدونتيك ونحن عندنا هنا 0.5 مول. دونك كلمه مول هيك باش نعوضوها بان نمبر دو مول الكليه العدد هذاك باش نضربوه في ان. كيما تقول انت مثلا عندك نبسطوا الموضوع كيفاش عندي 6 عندي 6 مثلا صنادق كل علبة عندي 6 علب كل علبة فيها 3 أجزاء. يعني أنا قديش عندي من جزء في المجمل؟ شو نعمل 6 في 3 ال شو اسمه هو العلبة هذه عبارة على لهنا النومبر دا فوغادرو. دونك عندي 6 علب وكل علبة فيها 3 أجزاء. دونك أنا باش نعرف قديش عندي من جزء في المجمل شنو نعمل؟ نعمل 6 في 3 باهي. ولهنا باش نعرف قديش عندي من موليكول باش معناتها هدر 0.5 مول لازم يكون عندها ربط بالموليكول نحنا نعرفوها. دونك 0.5 نضربوه في هذا النومبر دا بوغادو. دونك غران ان اللي هو لهنا غران ان بمثابة سميناه النومبر دو موليكول، بتيت ان هو ذاك الكونتيتي دو ماتيغ. كلمة مول هذه لهنا عبارة على فوا غران ان. دونك انت لقيت كونتيتي نتاع ماتيغ في الاكزرسيس لقيتها بتيت ان كونتيتي دو لا ماتيغ. باش تجي انت تلاول بعديك يقولك لاولي على النومبر دو موليكول، انت شنو تعمل؟ تجي للكونتيتي هذيك لقيتها يعني بتيتين نومبر دو مول وتضربو في الجران ان اللي هو نومبر دو فوغادرو. كان تفسير غير واضح دونك شدها بالطريقة هذيا. باهي جران ان هاش دو زو ايتيغال 0.5 فوا 6.02 فوا 10 على بوسونس 23. هنعملو كالكول يعني بطبيعة باش نضربو هذي في هذي نلقاو 3.01 وهذيك نخليوها كيما هي 10 بوان. في عوض الفوا تكتب بوان يعني تنجم، مي لهنا حطيت فوا باش تكون واضحة باش متغلطوش ما بين الفيرغول والبواني. دونك 3.01.10^23 مولكول دو. دونك نواصلو في بقية الإكزارسيس. مانتنو باش نحسبو الكونتيتي دو لا ماتيغ إلى نومبر دو موليكول كيف في البارتي الأولى بالنسبة ل 23 غرام ديتانول C2H6O. أول شيء نعملو شنو نعملو؟ نلوجو على الماس مولير موليكولير ديتانول اللي هو C2H6O فورمول هاكي. دونك عنا الماس مولير موليكولير دو C2H6O هي شنو هي؟ 2 فوا الماس مولير اتوميك دو كربون. انا هنا 2 اتوم دو كربون دونك هاي كتمين في ماس مولير اتوميك دو كربون بلس انا 6 اتوم ديدروجين. دونك 6 اتوم ديدروجين شنو نكون بلس 6 فوا الماس مولير اتوميك ديدروجين بلس انا هنا فما حاجه مكتوب يعني 1 عنا اتوم 1 اكسجين دونك بلس ماس مولير اتوميك دوكسجين. دونك حسب التابلو اللي شفناه عنا نجيب لهم الارقام هذو. يعني عنا الماس مولير
atomique d'hydrogène هي 1 غرام مول موز 1 هنا الماس مولير دو اتوميك دو كربون هي 12 غرام مول موز 1 الماس مولير اتوميك دوكسيجين هي 16 غرام مول موز 1 دونك نعرضوا دونك لهنا كل حاجه بالبلوغ دونك 2 في 12 مع 6 في 1 مع 16 كالكول تعطينا 46 غرام مول موز 1 دونك 46 غرام مول موز 1 هيك الماس مولير موليكولير نحن شنو نعرفوا نعرفوا اللي الماس الكتله العاديه الماس ايتيغال ان نومبر دو مول فوا الماس مولير هنا ماس مولير موليكولير دونك هنا بيتيت ان ان هذه ايتيغال الماس sur masse moléculaire de C2H6O. Donc, on a la masse, il coûte d'ailleurs 23, 23 à la 7h20, il y a la masse molaire moléculaire. Donc, 23 à la 7h20, c'est 5 mol. L'échelle est la même chose que l'eau. C'est 5 mol. C'est le nombre de molécules. قداش عندنا من مولكيول دونك شنو قلنا لهنا عندنا 0.5 مول يعني 0.5 مول هذه نضربو في ان اللي هو نومبر دافوكادو تعطينا النومبر دو مولكيول ديتانول في الاخر كيف اللو بالضبط 0.5 في 6.02 في 10 قوة 23 هي 3.01 في 10 قوة 23 مولكيول ديتانول نواصلو دونك عندنا تويكا باش نشوفو الكونتيتي دو لا ماتيير اي لو نومبر دو موليكول دون 90 غرام دو غلوكوز C6H13O6 دونك لهنا الفورمول فيها 6 اتوم دو كربون 13 اتوم ديدروجين و 6 اتوم دوكسيجين يلا دونك كيفاش نلقاو الماس مولير موليكولير عندنا نكتبو ضروري تكون الكتيبه واضحه ومنظمه باش ديما تلقى النتيجه صحيحه دونك عندك ام غران ام هيك الماس مولير غران ام سي 6 هاش 13 او 6 ات ايغال لهنا عندنا 6 اتوم دو كربون دونك 6 فوا ماس مولير اتوميك دو كربون بلس 13 13 fois le mass molaire atomique d'hydrogène, c'est-à-dire 13 atomes d'hydrogène, plus 6 fois le mass molaire atomique d'oxygène, à la fin 7 atomes d'oxygène. Donc, on a un peu plus de valeur. Donc, 7 à 12, plus 13 à 1, plus 7 à 13, la nature d'une 1080 grammes mol moins 1. Donc 180 grammes mol moins 1. Et la quantité de matière, le petit m est égal à petit n, il y a le nombre de mol fois la masse molaire. Donc petit n, je dis, il y a le nombre de mol. Le nombre de C6H13O6, c'est la masse, petit m, sur la masse molaire, moléculaire. C6H13O6 يعني 90 على 180 عوض 90 غرام 180 لقينا 0.5 مول نفس النتيجة كما الأخرين دونك 0.5 مول وبارتي الثانية يقول لك نومبر دو موليكيول نومبر دو موليكيول تجي تاخد أنت نومبر دو مول يلفيت وتضربه في نومبر دافوكادو تو سامبلومون 0.5 مول يعني 0.5 فوا نومبر دو مول نومبر دافوكادو دونك النتيجة باش تكون نفسها خاطر كل لقينا نفس نمبر دو دو مول نفس كونتيتي دو ماتيير 3.01 في 10 قوة 23 موليكول دو جلوكوز ده ليكزارسيس الموالي هو اكزارسيس باج 53 من المانوال سكولير الشيمي دونك موجود عندكم في الكتاب المدرسي كيمياء
بالنسبة للمادة الأولى في لا بروميير اني سكوندير صفحة 53. Les gaz considérés dans cet exercice sont pris dans les mêmes conditions pour lesquelles le volume molaire vaut. Les volumes molaires. Donc, le volume molaire, c'est 24 litres mol moins 1. Un ballon vide a une masse M1, 84,60 grammes. Ce ballon rempli de dioxygène a une masse M2, 84,76 grammes. Petit a, b. Rana, شقال. قال رانا ختمنا الاكزرسيس هذا في نفس لي ميم كونديسيون بور الفوليوم مولير. يعني الفوليوم مولير نفسه قالك هو 24. ديما تشوفوا كي يعطيك انونسي لي دوني المهمين سطر هناك قدامك باش نجم نجاوب في صفحة على الكيستيونير. وعندك بالون فيد شبي عنده ماس ام 1 هاي 84.60 غرام. هذا فارغ بالون فارغ شنو الفرق هذا فيد وهذا بالون فيه دي اكسجين. دي اكسجين يعني شنو يعني او دو. دونك الماس ولات شنو ام دو ولات 84.76 غرام. كالكولي لا كونتيتي دو دي اكسجين كونتينو دون لو بالون. الكونتيتي كيقول لك كالكولي لا كونتيتي يعني باش توجع الان نومبر دو مول ذاك شنو هي الكونتيتي. اول شيء نحن عن مش نعرف الفورمولا اللي نعرفوها في الكونتيتي عندنا ام ايتيغال بيتيت ان اللي هي الكونتيتي فوا كون ام اللي هي الماس مولير. باهي عندنا نحن الام والا الماس اش عندنا؟ عندنا ماس والبالون فارغ والماس والبالون غومبلي معبي بالدي اكسجين. يعني باش نلقى انا الماس دي اكسجين كيفاش نعمل؟ نطرح ام 2 الى الام 1 تو سامبلومون باش نلقى الماس دو دي اكسجين. حشنا نحنا بالماس بالنسبه للدي اكسجين مش البالون كله. دونك الماس او 2 دي اكسجين كما قلنا معناتها 2 اكسجين تكتب او 2. دونك ماس او 2 هي هذه نطرحو ام 2 موا ام 1 ام 2 موا ام 1 ابليكاسيون نيميريك شنو تعطينا 42.76 الى 42.60 تساوي 0.16 غرام 0.16 غرام. دونك من بعد نحنا حاجتنا بال ان بيتيت ان هو كتبها لهنا طول ما ننساش نحنا نذكرو بيتيت ان ايتيغال يعني الماس بيتيت ان او 2 تساوي بيتيت ان النومبر دو مول والا الكونتيتي ان او 2 فوا غران ام او 2 غران ام هي الماس مولير. دونك نجمو نخرجو بيتيت ان ايتيغال الماس بيتيت ان يعني الماس او 2 سور الماس مولير او 2. نعاودو بعد كالكولا ابليكاسيون نيميريك. دونك عندك 0.16 على 32 0.16 هي و32 هي هذه شنو ناقص لهنا سطر يلا عرفتو سي بيان. عندك 2 فوا الماس مولير اتوميك بالنسبة لاتوم اكسجين 2 فوا ام او هذيك الماس مولير بالنسبة للO2. وعندنا في التابلو قلنا في الO الأكسجين هي 16 في 2 32 هيك منين جات 32. بي كالكول بعد 0.16 على 32 تعطينا 5 في 10 ناقص 3 مول. نسيو ديما نحطو مول هيك النومبر دو مول. نواصلو عنا تاو بيتي بي en déduire le volume intérieur V du ballon. V. الV. نحنا شنو عنا؟ عنا لهنا ملوب بكل شنو
شنو حكينا؟ حكينا على الفوليوم مولير. شنو هو القاعدة اللي عندنا تربط ما بين الفوليوم مولير وما بين النومبر الكونتيتي؟ مادام قالك اون ديدوير راك تستعمل السؤال اللي قبله. السؤال اللي قبله شنو خدم؟ خدمت بالكونتيتي يعني بتيتي. باهي، عندك فوليوم باش تلوج على فوليوم، وعندك بتيتي اللي هي كونتيتي نومبر دو مول، وعندك فوليوم مولير. القاعدة سهلة وبسيطة، دونك في est égal petit n fois volume molaire. هنا الفوليوم عطاهولنا 24 وما يتبدلش، هو بنفسه خالص. ب دونك عندنا VO2 est égal NO2 fois volume molaire. دونك هنا اوكيبي ورا اللي كنا نحكيو فيه. d'autre part un gaz occupé tout le volume qui lui est offert, donc le volume de O2 est égal au volume intérieur de O2. Voilà, en gros. Mais, application, je suis en train de dire NO2, un calcul est 5, في 10 ناقص 3, ضرب 24. 24, هي هذه. Litre mol moins 1. Donc, تعمل عملية تلقاو V is equal V يساوي 0.12 لتر. يعني ندور عليها بكيتين كونتيتي. السؤال اللي بعد on vide le ballon puis on le remplit par un gaz noté G. فرغنا البالون وحطينا فيه غاز نوتي G. بالانسومبل بالون المجموعة هي بالون بلس غاز جي ا اون ماس، عندها ماس قداش؟ ام 3. انا دوني جديد ام 3 85 غرام. petit a trouvé sans calcul la quantité de gaz G contenu dans le ballon. ben نغير calcul داكو. نحنا هو الغاز هذا جي انت حطيته في نفس البالون اللي كنت حاط فيه الغاز او 2، يعني الفوليوم تبدل ولا ما تبدلش؟ عندك نفس البالون كنت حاط فيه او 2، ناحيه الاو 2 حطيت غاز واحد اخر، دونك الفوليوم هو نفسه صح ولا؟ والفي هي شنو؟ في ايتيغال petit n fois volume molaire. D'accord? Donc, عندك انت لهنا volume نفسه وعنا volume molaire هو نفسه. tous les gaz. Le gaz هذا volume molaire زاد كيف كيف 24 كيما الغاز ده. يعني عنا V نفسه والvolume molaire نفسه. بالطبيعة la quantité باش تكون هي بيدها la quantité de gaz contenu dans le ballon باش تكون هي بيدها الأولانية اللي لقيناها الأولانية اللي هي 5×10 ناقص 3 مول. هاكا ديجا عندنا نحنا نقولو لو غاز جي إي لو دي أوكسيدين كونتوني شافان باغ لو بالون دون لي ميم كونديسيون أوكيب فوالا لو ميم فوليوم إي عندهم نفس الفوليوم ألوغ إيل رونفيرم لو ميم نومبر دو مول دابخي لوا دافو غادرو. فوالا هذا هو واللي كنت فسر فيه تويك هو لوا دافوغادرو. ما حبيتش نعطي لوا طول، حاولوا نفهموه شويه مره اخرى. ديجا كنا شفناه في الكور ونعملوا له تذكير مره اخرى نشوف. دونك اها دون لي ميم كونديسيون دو دهبي لهنا اوكي dans les mêmes conditions de température et de pression, tout corps pur pris à l'état gazeux ont le même volume molaire, Vm. ونحن نخدم في les mêmes conditions, معناتها باش نلقاو نفس الفوليوم مولير. كي يكون عندنا ديجا عملنا هذا قلنا même conditions et de température et de pression عندنا V1 volume de gaz A, V2 volume de gaz B, on a N1 nombre de moles de gaz A, N2 nombre de moles de gaz B. Ken si V1 est égal V2, et le cas où on a
وهذه الأولانية تعطينا ميم كونديسيون دو تمبيراتور دو بريسيون، تعطينا هذه، تعطينا اللي الفوليوم مولير هو نفسه لو ميم. دونك عندنا في قد قد وعندنا الفوليوم مولير قد قد، اش قعد؟ قعد البتيتين بطبيعة باش يكونوا قد قد ميم كونتيتي دو ماتيير. والقاعدة اللي تربط هذم اللي هي هذه، ما ننساوهاش، في ايكال ان فوا في ام. عندنا في ان نفسها في دو، عندنا في ام نفسها مرتين. بالطبيعة البتيتين باش تكون هي بيدها. نواصلو. دونك فوالا، هذا هيك ان جي ايتيغال ان او دو، ان غاز يعني هيك جديد نفسها ان او دو اللي هو دي اكسجين اللي هي 5 في 10 ناقص 3 مول، نفس الاجابه اللي لقيناها في الاول. بوتي بي، كيل اي باغمي اي لي فورمول سويفونت، اوكي، اتش 2 سي او 2 اي اس او 3 سيل كي كوريسبون او غاز جي justifié. Donc, tu as vu que le gaz G est chou. Tu as vu que tu as dit que tu as dit que CO2 as dit que tu 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 as dit que يعني الكرة بالغاز 85. نحن شو حاشتنا؟ حاشتنا بالغاز واحد، شنو نعمل؟ شنو نعمله؟ ونعرفوا عنا من اللول الماس بالبالون فيد وحدها 84.60. دونك شنو باش نعملوا؟ باش نطرحوا ام 3 مو ام 1 كما عملنا قبيليا بالنسبة للدي اكسجين. باش نعرفوا الماس الغاز وحده، ماس غاز. دونك او شوزير لا فورمول. دونك فوالا فوالا، mg est égal m3 moins ma, il y a 85 et 84 fois 60. Et j'ai une mg tout séri, 0,40 grammes. D'accord. Mais, qui n'a le masse? Je n'ai rien à écrire à l'aller le mg avec. Anna, le n. On a rien à faire. Je n'ai rien à dire, trompette, masse ou petite n. نقبلي عاود نحكي فيها ونحكيو اللي هي بيتيت ام، الماس ايتيغال بيتيت ان فوا غرون ام الماس مولير. دونك والماس مولير شنو تولي تساوي؟ تساوي بيتيت ام سور بيتيت ان، يعني الماس مولير تساوي الماس على ان. كي مش واضحة مثلاش نعرف شوية لهنا. عندك بيتيت ام تساوي ان فوا ام، هذه القاعدة اللي تربطهم، هذه ماس، هذه كونتيتي نومبر دو مول، وهذه الماس مولير. انت باش تشوف هذه، هذه شنو باش تكون؟ الماس مولير ام غران ام تساوي بيتيت ام اللي هي الماس على بيتيت ام اللي هي كونتيتي دو ماتير نومبر دو مول. عندك 10 تساوي 2 في 5، هذه 5 شنو تساوي؟ تساوي 10 على 2. Et voilà. B. Le masse, donc, on a sur 40 à 5 fi 10 à 3. Chanté, on a qu'il y a mg, tout ça, 80 grammes mol moins 1. Donc, on a qu'il y a un peu de donc, on donne. On a qu'il y a m, ça y est, m gaz. عطانا الماس بكل الهاش دو هو 2 غرام مول موانزا، ام سي او دو 44 غرام مول موانزا، ام الماس مولير اس او 3 هي 80 غرام، ونحن في الحالة هذه هيك 80. دونك هذه ثمانين غرام مول موانزا. في صورة ما إذا عطانا الهاش دو سي او دو اس او 3 ما عطانيش أنا الكالكول هذا، نحسبوهم هذا. ما تنساش نذكروا شوي، لهنا عندنا الماس مولير
H2V تساوي 2 فوا الماس مولار اتوميك بالنسبه ل H، دونك 2 في 1 حسب التابلو بيان سور. CO2 اللي هنا شنو ماس مولار اتوميك بالنسبه للكربون، بالنسبه لاتوم كربون بلس 2 فوا ماس مولار اتوميك الاكسجين، يعني 1 مع يعني C. دونك الكربون هاي يعني 12 مع 2 في 16 نلقاو 44 غرام مول منظم. MSO3 يعني واحد في الماس مول، يعني ماس مولير اتوميك اتوم S بلس 3 فوا ماس مولير اتوميك اتوم اوكسجين. جو هنا هاي اس نعمل صفر اهو صفر 32 مع 3 في 16، 32 مع 3 في 16 تعطينا 80 غرام مول منظم.